لكن اليوم برشلونة جاي عنا، برشلونة شرفنا من دون مقابل، وأتى حبا بفلسطين، أتى حبا لهذا الشعب، وأتى ليشرفنا في ملعب دورة وفلسطين كاملة. برشلونة على موقع الإلكتروني كتب: سنزور فلسطين، فلسطين وليس غيرها، فلسطين وحدها، فلسطين وعاصمتها القدس بكل تأكيد، من أم الرشراش شمالا حتى رأس الناقورة، حتى أيضا النقب، حتى كل المدن الفلسطينية شمالا جنوبا غربا وشرقا. يلا كلنا مع بعض نجاز. يا طير الطاير يا رايح عالديري، فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله، هي العصافة تحولها خبرية، لا حتى وحيد بسلم عضاحتها، ولا تنسى الناس صحيح القلعة العربية، بشر بسالم رجع الاهل، فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله.